أهلا بكم مجددا متابعين نيكس جي اس. فدقائق الأولى من درس اليوم أريد فقط إعطاء لمحات أين نحن الآن. فبمسار نيكس جي اس بالموقع ها هو فالإعلانات جميل جدا. فالآن هنا بهذا المسار في الأدنى، لاحظوا حتى قبل الأدنى من هنا قمت أنا بإضافة خطوة جديدة لدينا هنا اسمها داشبورد باك إند، رقم الخطوة 600. وفي هذه الخطوة ها هي داشبورد باك إند. في هذا القسم قمنا بإنشاء بوقت سابق باك إند من بي اتش بي، فالآن سنقوم بجمع بي اتش بي مع نيك جي اس. لاحظوا كيف سيكون ذلك، كيف سيكون هذا الموضوع سهل جدا ومبسط جدا. الموضوع الأول كان هو إنشاء الباك إند من بي اتش بي، فإذا أردت أنت فعليا أن تتعلم حول هذا الموضوع فعليك مشاهدة الفيديو الخاص بالموضوع. لكن يعني بكل بساطة يعني مشاهدة هذه الخطوة، هذه الخطوة تذهب إليها وترى المصادر التعلم الخاصة بها وتدرسها، وثم تنتقل للخطوة الثانية التي هي درس اليوم. أما إذا أردت أن لا تريد أن تتعلم هذه النقطة وأنت غير مهتم فعليا بـ PHP ولا تريد أن تتعلمه وليس لك علاقة بكل هذا، لا مشكلة أبدا، عليك فقط تشغيل هذا، تعلم كيفية تشغيل هذا المشروع. أنا قمت بإضافته فعليا، يعني هذا المشروع الكود موجود لديك، سيكون الكود موجود لديك مثلا هنا بسكريبتات PHP. فإذا هذا هو السكريبت بناء PHP API موصول مع قاعدة البيانات. هذا هو الفيديو الخاص بهذا الموضوع، وأيضا موجود رابط الجيت هاب. طبعا هو لم يتم تحديث الموقع حاليا، لكن هنا سيكون موجود رابط الجيت هاب، وأيضا هنا سيكون موجود رابط الجيت هاب لهذا المشروع. إذا لم تجد رابط الجيت هاب هنا، بكل بساطة أنا أضفته إلى أين؟ وأضفته لمشروعنا، ستجدونه ب باك اند جيت هاب يورل دوت تكست، هنا ستجدون هذا. فإذا لنذهب للرابط لأريكم. فإذا هذا هو كود الباك اند، تقومون بتثبيته، عليكم أن تعرفوا كيفية تثبيته، عليكم أن تعرفوا كيفية تشغيله، حتى لو لم تكونوا أنتم مبرمجي بي اتش بي، حتى لو لغير مهتمين بالموضوع، يجب أن تقوموا بهذه الخطوة كفول ستاك ديفلوبر، مطوري فول ستاك، يجب أن تقوموا بهذه الخطوة، تشغلوا هذا، تقومون بوصله مع قاعدة البيانات. هذا الشيء كله أنا قمت به بالخطوة السابقة من مسار نيكست جي اس، يعني الخطوة رقم 601. هذه الخطوة أنا قمت بذلك كله، يمكنكم رؤية الفيديو أو تثبيت السكريبت والمتابعة معي. طبعا السكريبت الآن أنا قمت بتثبيته هنا لدي على اللوكال هوست، هذا هو رابطه لدي، أنا قمت بتثبيته بهذه الطريقة، أنت ستثبته وتجلب الرابط الخاص به، مهم جدا أن تجلب هذا الرابط. فبالنسبة لي هذا هو رابط الباك اند فعليا هنا موجود. لاحظوا عندما أذهب لArticles.php ستظهر لي كل المقالات، وعندما أذهب لمقالة واحدة مثلا ID 1 سيظهر لي مقالة واحد. فإذا هذا شيء جميل جدا. المطلوب الآن هو أننا نريد أن نصل هذا الـ API مع الـ API الخاص بـ Next.js، وثم الوصل مع تطبيق Next.js ككل. فإذا هذا هو موضوع الدرس، أخذني 4 دقائق حتى أشرح هذا الموضوع. إذا لنبدأ فعليا. فإذا مجددا لدينا الجيت هاب، رابط الباك اند موجود لدينا بالمشروع بالجيت هاب الخاص بمشروعنا. للتوضيح مجددا ذهبنا إلى هنا إلى الجيت هاب الخاص ب Complete JavaScript Tutorial، وثم ذهبت إلى Next، ونحن فعليا بالمشروع الثامن ها هو. فهنا لاحظوا هذا هو الملف فيه رابط الجيت هاب للباك اند، جيد، وهذا هو ملفات مشروعنا هنا ايضا مرفوع على الجيت هاب. فاذا نعد الى قصتنا، والقصه هي سنذهب الى الاب، وهنا انا قمت بتحديث النوت ووضعتها تو دو،
وهذه الأشياء التي يجب أن نقوم بها فعلياً بمشروعنا حتى يصبح مشروع متكامل. الخطوة رقم واحد هو أننا نريد أن نظهر معلومات اليوزر بالبروفايل، لكن أنا سأقوم بتأجيل هذه النقطة، واليوم سأعمل على هذه النقطة Connect API with Next.js. فإذا لنبدأ بالتو التي لدينا وهي Connect API with Next.js. فبكل بساطة أين سنبدأ؟ سنبدأ من هنا، وأريد إنشاء ملف سأسميه website config.js. عفوا، نحن لا نتعامل PHP الآن، نحن فقط Next.js JavaScript. وسأقوم بكتابة هنا بعض الأشياء. بداية سأقوم بExport constant اسمه backend URL، وهنا أريدك أن تضع فيه رابط PHP script الذي لديك. في حالتي كما قلت هو هذا هو الرابط، لكن أنا لا أريد أخذه كله، فقط أريد أخذ مكان وجود الملفات بدون API كذا، فهذا الشيء سأضعه هنا. فإذا هذا هو رابط السكريبت الذي لدي. أيضا أريد أن أقوم ب export ل next URL. ما هو رابط next؟ تطبيق next، هذا هو تطبيقي next. أين هو هذا؟ هذا هو رابط next الذي لدي. بالنسبة لك ما هو رابط next؟ قم بنسخه جيد ووضعه هنا جيد. فإذا ممتاز. فإذا هذا هو website config. هنا سأضع في كل المعلومات التي أحتاجها خاصة بالconfiguration أو الإعدادات. يعني عندما أقوم بdeployment لهذا الموقع يجب أن أغير هذا الرابط أكيد، ويجب أن أغير هذا الرابط أكيد. بدلا أن أغيره بكل الملفات، أنا وضعته بملف واحد وسأقوم باستيراده من هذا الملف. ممتاز. فإذا أعزائي نكمل بقصتنا ونكمل بموضوعنا. ففعليا نحن نريد أن نقوم بالتغيير على ملف Articles، إذا Articles Route أو API Route. وفي هذا الملف للتذكير نحن قمنا بوضع ال Get Request، ال Post Request، ال Bot Request وال Delete Request. وأنا أريد أن أقوم فعليا كان التعديل دائما على Array، لاحظوا Array Articles، لكن الآن التعديل ليس على Array، التعديل أو التعامل ليس مع Array، التعامل مع Back End. و هذا الشيء طبيعي أكثر أن نتعامل مع باك إند، وهي هذه الباك إند، وهي باك إند PHP، والتي أصلاً هي مربوطة مع قاعدة بيانات. لاحظوا. فإذا الآن أنا مرة أخرى إذا ذهبت إلى Articles، أنا الآن Next.js API، لاحظوا ستظهر لي الArticles الموجودة في الموقع التي جلبتها من Array، التي جلبتها من هنا. من هنا واضح، لكن هذا انا اتعامل مع array، انا لا اريد التعامل مع array، اريد التعامل مع باك اند. فاريد لا اريد جلب المعلومات من array، اريد جلب المعلومات من هذا الاي بي اي الذي بدوره يجلبها من database، يعني مكان لحفظ البيانات دائم وليس مؤقت كالarray. فسنقوم بذلك، لا مشكله. فاذا بدايه هنا في هذا الملف، ملف route، نريد ان نقوم بالتالي. لاحظوا، سنبدأ من هنا، ما رأيكم بالس statement التي تعيد لي كل الـ articles. هنا فعليا سأقوم بطلب من الباك اند، فذا request the back end أو fetch from the back end، وتحديدا php back end. اوكي، فذا الآن سنكتب const response يساوي await، وهنا fetch النقطة التي أريد فعليا أخذ منها المعلومات، وثم ستعيد لي الارتيكلز بعد أن أقوم بتحليل هذه الريسبونس.json. بعد ذلك أنا سأرسل الارتيكلز هنا، لكن ما هذه النقطة؟ هذه النقطة فعليا هي رابط الباك اند الخاص بي اتش بي زائد الاي بي اي articles.php. فإذا سأجلب رابط الباك اند من الأعلى هنا from import backend URL from website.config. جيد، مسار واحد أعلى، مسار اثنين أعلى،
لأنني الآن بـ articles API route. ممتاز. فإذن هنا الرابط هو back end URL plus API articles dot php. جيد؟ فإذن الآن يفترض إذا ذهبت إلى Next.js هذه النقطة أن يعيد لي articles. فإذن لنرى ماذا سيجري. هل سيكون هنالك خطأ؟ لم يكن هنالك خطأ. لكن لاحظوا الارتكلز التي جلبتها الآن Next.js هي نفسها الارتكل التي جلبناها من PHP، هي نفسها الارتكلز الموجودة بقاعدة البيانات. أربعة articles لدي هنا، وهنا لدي أربعة articles. جميل جدا، جميل جدا. الإنجاز الذي قمنا بالوصول إليه جميل جدا. نحن نقترب من إنشاء شيء حقيقي فعليا وليس شيء للتدريب فقط. فإذا انتهينا من هذه النقطة، نقطة أن نجلب كل الارتكلز. الآن نقطة أن نجلب ارتكلز واحدة بـ PHP. حتى أجلب أنا ارتكل واحدة أو بالـ API الذي أنشأته أنا في وقت سابق، هي فقط أكتب ID يساوي 1 مثلا، يجلب 1 2 يجلب 2 وإلى آخره. طيب هنا نفس القصة. لاحظوا أن هنا سيجلب الارتكلز من أين؟ هنا من الأري. هذا شيء لا أريده أنا فعليا. فهنا سأقول constant response await fetch backend URL plus slash API slash article.php question mark ID equal يساوي plus the ID الذي سأجلبه من هنا. إذا كان هنالك ID فأنا فعليا أريد fetch لهذا الID. ممتاز، جميل جدا. الآن سأجلب الداتا، فإذن await response.json. فإذن هنا أنا جلبت الداتا، والداتا فعليا أنا سأمسح هذا. الداتا فعليا إذا كان بالداتا يوجد لدينا ID، فهذا يعني أن يوجد لدينا articles فعليا. فأنا أريد فعليا أن أعيد هذه الداتا. الارتكل ستكون هذه الداتا، غير ذلك الارتكلز غير موجودة. جيد؟ أو يمكن أن أقول بدلاً articles غير موجودة أن أكتب أن أعد الداتا كما هي التي ستجلبها من الباك إند. واضح؟ فماذا يعني ذلك؟ يعني هنا بالباك إند لاحظوا إذا كتبت واحد سيجلب واحد. ماذا لو كتبت مثلاً شيء غير واحد؟ سيقول هنالك خطأ. لاحظوا، لأن هذا يجب أن يكون نمرك. مثلاً لو كتبت 2 لاحظوا سيجلب 2. لو كتبت 20 مثلاً، عفواً، لو كتبت 20 لا يوجد 20، فإذا سيقول message articles not found. فإذا كان هنالك أي مسج أخرى أريد أن أستردها غير أن وجود الارتكل، فأنا أريد أن أعيد ذلك. فإذا هنا سيعيد، إذا كان الID غير موجود سيعيد message article not found. جيد؟ أما بخصوص هذا سيعيد الارتكل. طبعا لماذا كتبت data ID؟ لأن بكل بساطة إذا كان هنالك ID لهذه الداتا، إذا كان هنالك ID يعني فعليا يوجد data، يوجد article، فأعد لي هذه الارتكل. فإذا هنا الآن بـ Next.js كيف ستكون هذه القصة؟ أنا بكل بساطة سأقوم بإضافة ID بهذا الشكل يساوي 1. نجحنا. فإذن أعادها، هذا من Next.js، هذا من PHP، نفس النقطة. طيب ماذا لو كتبت 4 مثلا؟ 4. فإذن ماذا كتبت 5؟ سيعيد الخامسة؟ لا. فإذن هذه الارتكلز ID لها 8، فإذن لنجلب 8. فإذا هذه هي الارتكلز 8 من Next.js. ماذا عن 8 من PHP؟ ها هي، مرحبا من Next.js وهذه مرحبا من Next.js. واضح؟ جميل جدا. فإذا الآن قمنا نحن بتنفيذ هذا الموضوع هنا من الراوت. الآن أريد تنفيذه من Next.js، بحيث أن هنا بداخل Next.js، أين هي Next.js؟ اسمحوا لي أن أفتحها مرة أخرى نضعها هنا، ولكن أنا أريد الذهاب إلى هذا. طبعا سيطلب مني بداية تسجيل الدخول، وهذا شيء قمنا بإنجازه في المرحلة السابقة. وكلمة المرور 1 1. طبعا هذا هو كل المقالات. هذه المقالات تأتي من الري. أنا أريد أن تظهر لي هذه المقالات من الديتابيس. بالديتابيس لدي 4 مقالات، وهذه الأشياء التي أريد أن أضعها وأن أضعها هنا. جيد؟ فإذا لنقوم بذلك. فبكل بساطة لهذا الموضوع أنا فعليا أحتاج الارتكلز. من articles يجب أن أذهب إلى beige.
فإذا ذهبت إلى بيج، فإذا هذا هو ملف بيج الارتكلز. فهنا أيضا ما زال يجلب الارتكلز من أين؟ من الري. أنا لا أريد هذا، فأنا فعليا أريد جلب الارتكلز من الباك إند أو من رابط نيكست جي إس. الباك إند طبعا لاحظوا هنا لدي باك إند بي إتش بي المربوطة مع قاعة البيانات. أنا أكرر هذه المعلومات، كن صبورا، هذه معلومات مهمة. أنا أقول باك إند لكن هذه الكلمة ربما مطاطية، أي شيء يمكن الآن أن أسميه باك إند، طالما لدي فرونت إند فأي شيء أسميه باك إند. لكن فإذا لاحظوا الباك إند فيها أكثر من مرحلة، فإذا المرحلة النهائية يمكن أن نفكر بها بخصوص الباك إند هي الداتابيس. الداتابيس هي الأساس، هي الكنز، هي الشيء المخفي وراء كل هذه البوابات، وراء كل هذه المراحل والخطوات والتقنيات هي الباك إند، هي الداتابيس. فإذا هذه الداتابيس يمكن أن نفكر بها الجوهر، هي الكنز. يأتي بعدها بالنسبة لنا PHP API الذي تواصل مباشرة مع قاعدة البيانات وجلب لنا البيانات. بعد ذلك يأتي لنا الباك إند الخاصة بنيك جي إس، وهي الـ API الخاص بـ Next.js. هذا الـ API من Next.js هو الذي يطلب من API الـ PHP الذي بدوره يطلب من الـ Database. الآن نحن قمنا بتعديل كل هذا، لكن بقي لنا أن نعدل هذه الصفحة، صفحة Next.js الذي هنا، التي ستطلب من أين؟ ستطلب من المرحلة التي تسبقها وهي الـ Next.js API. طيب، فإذا لنقوم بذلك. فإذا هنا سنجلب الـ import الـ next URL، لأننا سنطلب من next ومسار واحد لأعلى website config. واضح؟ الآن هنا دعونا ننشئ function مباشرة هنا. سأجعل هذا الـ function async وسأسميه fetch data، يمكن أن تسميه أي شيء. مثلا إذا قرأتم تطبيق Next.js يسمونه get data، fetch data، أي شيء. ليس هناك ستاندرد للتسمية. فإذا response await fetch، أنا الآن سأطلب من next API وأنا على جهة السيرفر من next، فبالتالي علي أن أزود الـ URL كامل، وهنا الـ API هو articles API فقط. جيد، وهنا سأقوم بجلب الداتا. فإذا await response.json، والداتا من الداتا ستأتيني articles، فأنا أريد articles. فإذا مرة أخرى إذا قمت أنا بهكذا، لاحظوا ستأتي articles ومن ضمنها الداتا. فالداتا عفوا هي articles وفيها array الarticles، فبالتالي هنا سأكتب return data.articles. واضح؟ فإذا الآن قمت أنا بفتش لهذه الداتا. الآن بالنسبة لـ sorted article سأجلبها، هذه sorted article سأضعها هنا. جيد، سأضع تعليق هنا sorted articles، لكن هذه الـ articles لا أريدها من الـ array لكن أريدها من fetch data، فبالتالي هنا سأكتب fetch data، وهنا سأكتب const articles يساوي await fetch data. فأنا أطبق هذا الفانكشن الذي أنشأته في الأعلى، هذا الفانكشن أنا أقوم حاليا بتنفيذه، هو async function، فيجب await حتى أحصل على النتيجة. طبعا هنا قال لي هنالك خطأ لأن الفانكشن هذا ليس async الأساسي، فيمكن أن أجعله async لا مشكلة حتى أستخدم await. طيب الآن أصبحت هذه الـ articles في الأعلى، في الأعلى سأقوم بحذفها. فإذا لنرى النتيجة، لنرى النتيجة، لنرى ما الشيء الذي حصل. فإذا تحديث، لاحظوا جاءت البيانات. فإذا مبروك جاءت البيانات، أحسنتم. الآن إذا قمت أنا بالبحث، لاحظوا مثلا كتبت مثلا next.js وقمت بالبحث، ستنجح العملية. لماذا؟ لأن بكل بساطة أنا لم أغير أي شيء، أنا فقط جلبت الـ articles من مكان آخر. أنا كنت أجلبها من الـ array، الآن أجلبها من database فقط، لا شيء، لم أغير أي شيء بالـ functionality، أنا فقط غيرت مصدر الـ data. وكون الآن أنا أتعامل مع API فهو يجلب لي الـ articles نفسها. كنت أتعامل مع articles فقط سابق، والآن أتعامل مع articles، لم يتغير أي شيء، تغير مصدر المعلومات فقط و functionality ذاتها.
يمكن بالتأكيد أن أحسن على هذه الفانكشناليتي لاحقا، لكن هي ذاتها. لا كنت أتعامل مع أري، كنت أتعامل مع database نفس الشيء. ملاحظة هامشية بالنسبة للسورتينج، بالنسبة للفلترينج، بالنسبة لكل هذه الأشياء التي قمت بمعالجتها بالأري. بالأري سهل جدا أن أقوم أستخدم هذه الطرق، لكن الآن أصبح لدي database، فربما يكون لدي 1000 articles، فلا يمكن أن أقوم بهذه المعلومات على 1000 articles، أو هذه الوظائف، هذه الفانكشن على 1000 articles. هذا شيء يعني performance draining، يعني يقوم باستنزاف أداء الموقع. فبالتالي الحل لهذا الموضوع هو أن من الباك أند نقوم بإضافة هذه الوظائف، وعندما نريدها نجعل الباك أند تقوم بذلك. هذا موضوع متقدم قليلا، نتركه لوقته. فإذا لكن انتهينا الآن من هذه الفكرة. لو أنا قمت بإضافة هنا مباشرة من قاعة البيانات، قمت بإضافة insert شيء جديد، مثلا سأكتب new وأقوم بلصقه new ونيو، مثلا هذا هو 1 أو 21 new وinsert، جيد. فإذا أصبح لدي الآن بقاعة البيانات new. هل سيأتي نفسه من date من Next.js؟ لم يأتي. فلماذا لم يأتي؟ هل يمكنكم يعني ربما التفكير لماذا لم يأتي؟ الحقيقة أن Next.js بإصدارها الحديث تتعامل مع خاصية للكاشينج. يعني عندما يتم طلب شيء معين من Next.js، فNext.js تقوم بكاشينج لهذه الطلبات، جيد. وعندما يتم مرة أخرى، مثلا الآن لو قمت بإيقاف السيرفر وإعادة تشغيله وحذف بناء Next.js الموجود لنقم بذلك قبل الاستمرار، لأن هذه معلومة جدا مهمة بخصوص Next.js. فإذا الآن لو قمت أنا مثلا بإيقاف السيرفر وإعادة تشغيل السيرفر، وثم عدت إلى هنا وقمت بالتحديث، ما الذي سيجري؟ لنرى ما الذي سيجري، ما الذي سيحصل. يعني مفاجآت، لا شيء، لم يحصل أي شيء. الارتكلز نيو الموجودة هنا لم تظهر هنا. فإذا ما هي القصة؟ هل تظهر هنا بارتكلز.php مثلا؟ هل تظهر هنا؟ نعم تظهر هنا. هل تظهر بAPI Next.js؟ هل تظهر؟ نعم تظهر. طيب لماذا لم تظهر هنا؟ لأن كما قلت لكم أن Next.js لديها خاصية بالكاشينج، فهي قامت بكاشينج للريكوست التي قمنا بطلبها من البيج. هنا بالبيج قمنا بطلب هذه النقطة وقامت بكاشينج لها للنتيجة، فإذن طلبتها أول مرة ثم قامت بكاشينج، يعني قامت بحفظها، حفظت نسخة منها. فالآن هي تظهر لنا النسخة القديمة وليس النسخة الجديدة. إذا أردت أن أظهر النسخة الجديدة، من الطرق هي أن نقوم بماذا؟ الطرق طبعا اليدوية هي أن نقوم بحذف البيلدينج الخاص بNext.js. وهذا البيلدينج موجود أين؟ هنا، لاحظوا اسمه .next، ملف مخفي. الملف المخفي يبدأ بدوت. هذا ملف .next هو الذي فيه كل بناء Next.js الذي يظهر لدينا هنا. فإذا حذفته، فإذا حذفت .next وثم قمت بnpm run dev، قمت بتشغيل السيرفر مجددا، سيقوم بإعادة إنشاء .next، والآن سنرى النتيجة هنا. لاحظوا، ها هي. فإذا هذه هي طريقة لهذا الموضوع، هو أن كيف تظهر، لكن ليست هي الطريقة طبعا التي سليمة يعني أو التي نتعامل معها، لكن أنا أحببت أن أريكم الفكرة لماذا لم تظهر. فإذا الآن أنا سأقوم بماذا؟ سأقوم بكوبي لهذه نيو وأكتب مثلا كوبي هكذا وأقوم بجو، جيد. فإذا الآن هذه الكوبي الجديدة أيضا لم تظهر، فكيف أجعلها تظهر؟ هل كل مرة سأحذف building next وهذه الأمور؟ لا طبعا لا. فالجواب هو هنا أن عندما أقوم بطلب fetch data هنا أضيف option اسمه next، ومن هنا أكتب revalidate. مثلا يمكن أن أكتب الوقت، أن أقوم بإعادة إذا كان هنالك نسخة جديدة من الموضوع، إذا كان هنالك article جديدة بعد فترة، مثلا قم بإعادة revalidate، تحقق هل هنالك نسخ جديدة. لكن أنا سأكتب 0 يعني
دائما أظهر النسخة الجديدة، لا تقوم بأي نوع من الكاشينج أو الحفظ المؤقت. فإذا الآن ستظهر لي بالتأكيد النيو الثانية، ها هي جيد. فإذا ها هي واضح، فإذا ممتاز، فإذا جميل جدا، تعلمنا شيء جديد عن نيكس جي اس كاشينج التي تقوم بالحفظ المؤقت للطلبات بشكل أوتوماتيكي، إلا إذا قمنا بتحديد مدة الاحتفاظ بالكاش أو مدة الاحتفاظ بالتخزين المؤقت هذا. بالنسبة لعرض مقالة واحدة، نحن لم نغير عرض مقالة واحدة، فقمت الآن بعرض، هل سيقوم بلاحظوا عرض هذا الشيء، لكن لاحظوا article dot أي صفحة، صفحة articles id، فإذا لنذهب إليها، فإذا هنا articles id page، فإذا لنذهب إليها، فإذا هذه البيج هنا الكيورد بالنسبة لي هي كانت عبارة عن array، لكن هي الآن هي عبارة عن string، فسأقوم بحذف dot join هذا ولنرى النتيجة. فإذا لاحظوا ظهرت بشكل أوتوماتيكي لدينا بدون أن أقوم أنا مثلا، إذا أردت مثلا عرض هذا أيضا تم عرضها، ولاحظوا بدون أن أتعب أو أقوم بأي تغيير على الأشياء التي قمت بها أنا في هذه الصفحة، في صفحة الـ ID لم أغير أي شيء، أنا ما زلت أطلب نقطة Next.js الموجودة بـ Route، وأنا فقط قمت بالتعديل على هذه النقطة، نقطة Next.js هنا الـ Article ID، عدلت على هذه النقطة وفقط انتهينا. جيد، وصلت API Next مع Backend جديدة و الموقع يعمل لدي كالسابق، لكن الآن مع database وليس مع array. فإذا فاصل، نتوقف قليلا ثم نكمل حتى نقوم بإضافة كل نقاط الـ API من delete, put و post. فإذا نستمر، الآن نريد أن نقوم بإضافة مقالة جديدة، لكن نريد أن نضيفها للديتابيس، فإذا من هنا نريد أن نضيف للديتابيس، فكيف ذلك؟ بكل بساطة فقط علينا التعديل على نقطة الراوت الموجودة هنا، فإذا هذه نقطة get انتهينا منها، الآن نقطة post ها هي، فإذا نقطة post فقط تأخذ الداتا received من هنا، إذا لم يكن هنالك title تقول اجلب title. بالنسبة للنيو article التي تنشئها تنشئ لها ID، لا أريد إنشاء لها ID، فيها title صحيح، content صحيح، description صحيح، الأثر هنا ليس author بل نحن سنزود الأثر ID، وهنا سنزود الأثر ID هكذا، وإذا لم يكن محدد سأجعله واحد مبدئيا. بالنسبة للكيوردز فإذا إذا لم يتم تزويدها فستكون انت string، يعني في حالتنا لم نصل لتطبيق keywords كarray، ولن نضيف create date ولن نضيف update date، فإذا ها هي. أيضا هنا سنجلب response بهذا الشكل، وسيكون لديها fetch، والباك اند URL سيكون هو نفسه الارتيكلز أو نفسه API articles.php، فإذا هذا هو ال هذا هو ال back end post data. طبعا الفيديو الماضي قمت باستخدام هذه النقطة، فيمكنكم العودة للفيديو الماضي ورؤية كيف يتم استخدامها من ال back end، لكن الآن أريد فقط تعديلها ب Next.js. فإذا هنا لدينا post data ونريد أن نضيف ال body، فإذا JSON stringify ولل new article وانتهينا. سيعود لي data من هنا، وسنقوم ب await response.json بهذا الشكل. بالنسبة articles هذا سأحذفها، وبالنسبة لل response هنا فهذا ستكون فقط أريد إعادة data التي ستأتيني من ال backend فقط هذا. طبعا هنالك مشكلة هنا، طبعا نعم هذا ليست هكذا، فإذا ممتاز. فإذا الآن يمكننا أن نجرب حول هذا الموضوع، لكن قبل ذلك دعونا نقوم بفتح الـ new page لنرى، إذا
بالنسبة للارتيكلز نيو وثم بيج، طبعا هي تأخذ من الفورم هكذا. ولاحظوا أن هنا بالسبميت، أين السبميت؟ هنا أنه نقوم بفتش للريسبونس وفتش للاي بي اي، فإذا هنا يجلب data.error. دعونا نتركها نفسها ولنرى ما الشيء فعليا الذي يحدث عند إضافة. فإذا هنا سأكتب إضافة الآن أو مقالة اليوم مثلا، وسأنسخ هذا الشيء. إذا التصنيف شيء سريع، المؤلف سأكتب 5 مثلا، فقط الID والإضافة الآن. فتم الإضافة مقالة بنجاح. هل تم إضافتها للديتابيس؟ فإذا لنرى، فإذا نعم تم إضافتها للديتابيس. طيب ماذا عن Next.js؟ هل يمكنني أن أراها الآن بكل المقالات؟ فإذا نعم هاي فإذا مقالة اليوم، وأيضا يمكنني أن أعرضها. فإذا ممتاز، فنجحت العملية. الآن سأغلق هذا. طبعا بالنسبة للإيديت، بالنسبة للإيديت فيفترض هو نفسه، الإيديت هو نفسه البوست، نفس الفكرة صحيح؟ فإذا دعونا نذهب للبوت ريكويست، ها هو، ونقوم بالتعديل على هذا الموضوع. فإذا بالنسبة للبوت ريكويست فسنحذف هذا، وسنحذف أيضا if article، هذا سنحذفها، وإيجاد الإندكس أيضا لا نحتاج ذلك. لدينا هنا data received أيضا لا نحتاج هذا الموضوع كله. فإذا هنا data received جلبناها من الريكويست. الآن نريد إرسال للباك إند، باك إند Next.js أو باك إند عفوا باك إند. الآن نحن بروت Next.js نريد أن نرسل الـ PHP، نريد أن نرسل بوت ريكويست للـ API articles.php، ولكن أيضا نريد إرسال ID الذي نريد فعليا أن نقوم ب ID article التي نريد فعلا تعديلها. جيد، طبعا هذا fetch request، فيجب أن نضيف هنا معلومات عن هذا الريكوست. فإذا الميثود ستكون هي bot، والبودي سيكون هو عبارة عن json.stringify للداتا ريسيفت. طيب الآن انتهينا من هذا البوست ريكوست، الفيتش ريكوست. الآن سنجلب الداتا من ريسبونس وسنرسل هذه الريسبونس التي جاءتنا. The next response هي data، طبعا هنا .json، و next response in capital letter. جيد، فإذا هذا سيتم حذفها من هنا بهذا الشكل. هذه الالس أيضا سأحذفها، وهنا الآن لدينا الالس أخرى سنضيف خطأ نكتب فيه أن الID not provided. فإذا لم يكن هنالك ID لهذه الارتيكل فكيف سنقوم بفعليا بتعديلها؟ فإذا للمراجعة بكل بساطة، هنا فقط قمنا بأخذ بطلب من الباك إند طلب تعديل الارتيكل حسب الID المزود. إذا لم يكن مزود قلنا أن الID لم يزود، وقمنا بإرسال الداتا كما هي التي جاءتنا من الباك إند. فإذا الآن إذا أردت مثلا ذهب كل المقالات وذهبت إلى new مثلا وقمت بتعديل هذه المقالة، والآن سأكتب new مثلا هكذا أي شيء وقمت بالتعديل، الآن سيكون هنالك خطأ. فإذا ما هو هذا الخطأ؟ فنعم الخطأ هو، دعونا نذهب مرة أخرى، نحن قمنا بجلب data receive هي كما هي، لكن إذا تذكرنا مرة أخرى ذهبنا إلى articles و articles edit و id و page، فذهبنا إلى هذه البيج. جيد، فإذا هذه البيج وهذا هو الفورم. فبالنسبة للفورم إذا كان لدينا فعليا هنا initial values، قمنا باختيار author، هنا يجب أن نكتب author id. جيد، وأيضا أعتقد هذا هو، لكن فعليا أنا لم أزود ال ID هنا ربما تعديل. فإذا نعود للروت، وهنا بالنسبة للdata received فأريد أنا console.log لهذه الdata حتى أراها ما هي. فإذا الآن لو قمت أنا بكتابة هنا هكذا التعديل الآن، فهنا يفترض أن يقول لي ما هذه الdata. فإذا لاحظوا فيها ID، الID title description other ID صحيح، keyword صحيحة، نعم، ولدينا هنا author أيضا تم إضافة author هنا. فعليا يمكن هنا أن أكتب console.log لهذه الداتا لأرى
النتيجة التي ستأتي. فإذا تعدي الآن، فإذا الخطأ هو JSON.stringify is not a function. لاحظوا أنا كتبت JSON خطأ، فإذا كتبت هنا JSON خطأ، فإذا JSON stringify هكذا سأمسح الكونسول.log التي كتبتها هنا ولنعد. فإذا التعديل الآن، فإذا يفترض الآن تم التعديل بنجاح، لكن لم أكتب هنا شيء حتى أتأكد. فإذا التعديل الآن، فإذا تم التعديل بنجاح. فإذا كل المقالات إذا ذهبت اثنين، فإذا لاحظوا ها هي تم التعديل فعليا عليها، وأيضا في قاعة البيانات سأجد أن تم التعديل. فإذا ها هي واضح، فإذا نجحت العملية. الآن بقي لدينا الديليت، والديليت سهل جدا جدا سهل. فإذا لنبدأ بالديليت. فإذا بالنسبة للديليت بكل بساطة، هنا سنقوم بطلب من الباك إند، فإذا const response، وسنطلب من الباك إند هنا fetch back end URL plus API articles.php. أيضا نريد أن نضيف ال ID يساوي، وهنا سنضيف ال ID، وسنحدد أن الميثود هي delete. واضح؟ وثم سنكتب أن data await response.json، وسأمسح هذا. if articles كلها سأمسحها، وهنا سنكتب سنرسل فعليا json response هنا، والتي ستكون فيها نجاح true، والمسج سنرسل الداتا المسج التي جاءت مع الداتا. طبعا اذا كنت انت لا تعرف لماذا انا مثلا ارسل هذه الاشياء، لانني انا فعليا اعرف أن هذه الداتا، يعني الحذف عندما أحذف من الباك إند هنا من البيج بي، أنا أعرف أن ما الذي سيتم استدعائه. لماذا؟ لأنني أنا صنعته بنفسي، أو ربما أنا صنعته بنفسي بهذه الحالة، لكن إذا لم أصنعه بنفسي علي أن أراجع المطور الذي صنعه ويقول لي ما الداتا التي سيسترجعها الـ API الخاص به. وعلى بناء على ذلك فأنا أقوم بكتابة هذا، أن أنا أريد الداتا المسج، لأنني أعرف الداتا فيها مسج، وهذا الشيء الذي ستعيده. جيد، فهذا ليس من عقلي، هذا شيء مبني على معرفة بالـ API الذي أنا أتعامل معه. فإذا الآن لنحذف، فإذا نذهب إلى اثنين هنا. هل قمت بالحفظ بداية؟ نعم. فإذا الآن أريد حذف هذا، فإذا هل أنت متأكد؟ نعم. فقال لي هنا لاحظوا أعاد لي true، أعاد لي true، والسبب أن إذا قمنا بالعودة لملف الارتيكلز هنا أو الكومبوننت عفوا، وكومبوننت ديليت ارتيكلز، فنلاحظ أن هنا عندما يقوم بطلب الديليت فهو يقوم بإعادة هنا ماذا؟ الداتا. هنا يجب أن يعيد الداتا مسج. فإذا هذا هو الخطأ الذي قمنا به المرة السابقة. أوكي، طبعا الآن يتم حذفها، سيتم حذفها. إذا قمنا بالتحديث لاحظوا تم حذفها فعليا، وهذا 11 كانت، لا كانت التي فوقها الآن تم حذفها. طب الآن لو أردت مثلا عودة إلى هنا وأريد حذف هذه من هنا، فسأكتب حذف، هل أنت متأكد؟ نعم من الحذف. article has been deleted. وإذا قمت الآن بالتحديث ستجدون أن فعلا تم حذفها، وأيضا رقم 11 الآن سيتم حذفها من الداتابيس. فإذا فعليا نحن نجحنا فعليا بربط الـ API الذي قمنا بإنشائه في وقت سابق بالـ PHP، أو ربما في حالتك لديك هذا الـ API مصنوع جاهز وأنت تريد الوصل معه، أيضا هذا الشيء valid وهذا الشيء صالح يمكن أن يكون. لكن الفكرة الدرس اليوم هي ليس أنك صنعت الـ API الخاص بـ PHP أو لا، الفكرة هو أنك وصلت معه. فإذا هذا هو موضوع الدرس، والوصل مع API من Next.js، والوصل مع قاعدة البيانات من خلال API وسيط الذي في حالتنا كان هو API PHP. أيضا المعلومة الأخرى أو يعني الأشياء التي يجب أن نتحدث عنها، يمكن أن نذهب الآن للنوتس التي لدينا. فلاحظوا أن هذا قمنا بها، فيمكن أن نقوم بكتابة هنا done ونضعها هنا ونضع هنا خط، أن هذا الشيء قمنا به.
فلاحظوا أن هذا الـ API الذي قمنا بإنشائه بـ PHP هذا يعيد رسائل غير مثلاً إذا قلنا أن مثلاً استدعي لي الـ articles رقم 4 مثلاً سيعيد هذا، لكن مثلاً لو قلت 40 سيعيد articles not found message، لكن هذا كله غير واضح، يعني مسج النتيجة التي يعيدها الـ API غير واضحة، يعني لم يحدد مثلاً، لم يكتب لي أن HTTP status مثلاً 404. يعني لو ذهبنا مثلاً inspect element وقمنا بالnetwork هنا فـ reload يفترض هنا أن يقول لي 404، لكن يقول لي 200، يعني كل شيء تمام. فعلياً ليس كل شيء تمام، الـ resource not موجود، الـ resource not found، الشيء الذي أريده غير موجود، وبالتالي يجب أن تقول لي 404، لكن أنت تقول لي 200. فهنا يجب أن أقوم بالتعديل على هذا الموضوع، يجب أن أقوم بجعل الرسائل التي تظهر هنا من هذا الـ API أكثر يعني standardized، قياسية أكثر، وثم نريد أن نستخدم هذه الرسائل بالشكل، يعني دعونا نقول نوحد رسائل الـ API التي سنعيدها من كل الـ API الذي ننتجه، إن كان PHP، Next.js، أي شيء، وثم نقوم بجلب هذه النتائج، ومن Next.js نعدل تعديلات بسيطة على هذا الموضوع، ومع الوقت بعد القيام بهذه العملية يمكن أن نجعل أن الـ API Point Authenticated، لأنه يجب في المرحلة القادمة ماذا أن نفعل؟ أن نقوم بإضافة توكن، تسجيل دخول توكن يتم جنريت له وحفظه بالكوكيز مرة أخرى، وبهذه الطريقة يمكن أن نحمي نقاط الـ API من الدخول الغير مخول به، وهكذا نكون خطوة إلى الأمام بإنشاء API وبإنشاء تطبيقات Next.js حقيقية واقعية وليست تدريبية. فأتمنى أن تتابعوني في الدرس القادم ونستمر بتعلم شيء جديد. أتمنى أنكم استفدتم من درس اليوم أيضا، فإذا نلتقي لاحقا، مع السلامة.